اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد عندنا، فيديو النهاردة يا جماعة ضرب نار. عندنا فيديو السجاد من كاربت مول، عاملين عروض جبارة جدا لكل العرايس، وكمان لو حابة تجددي سجاد بيتك كله عاملين عروض جبارة، وبجد عندهم اشكال سواء بقى كلاسيك او مودرن، او حتى كمان اشكال لأوض اطفال، كمان سجاد للمطابخ. عندهم تشكيلة حلوة قوي كمان من حافظات السجاد، وعندهم الحاجات المستوردة كلها موجودة بأسعار خرافية. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة، لو مش مشتركين اشتركوا معانا عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وكمان هسيب لكم لينك الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، وكمان أرقام تليفوناتهم والعنوان بالتفصيل. وإن شاء الله بإذن الله الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم جدا. السجاده اللي هو مقاسها متر في متر وخد 53 سم كاربت من فرع شبرا شيما فرع شبرا مصر، هبيع كده دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 89 جنيه. وعندنا ايه كمان؟ عندنا مشايه اللي هي 67 سم في متر و20 فرع شبرا شيما فرع شبرا مصر، هبيع كده دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 45 جنيه بكمياتها باشكالها كلها. وعندنا برضه مشايات المطبخ اللي هو 50 في متر و20 و50 في 40 فرع شبرا، هبيع كده بكام؟ هنبيعها ب 49 جنيه. وعندنا السجاده الحافظه كلها، السجاله كلها دي مقاسها 120 110 في 160 فرع شبرا شيما فرع شبرا مصر، هبيع القطعه دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 100 جنيه. وعندنا ايه كمان؟ ال 57 سنتي في متر ونص الصافي دي فرع شبرا خيمه، هيبيع القطعه دي كلها بكام؟ ب 49 جنيه، رسومات ايكيا موديلات 24 اهو. بص على الجمال، بص على الشياكه، بص على الفخامه، بص على الجمال كله. افتح كده ابو علي، يلا افتح الشياكه دي. مقاسها 57 سم في متر ونص فرع الشبرا الخيمه، هيبيع القطعه دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 49 جنيه. بص رسومات الفرجاتشي كلها بجميع الوانها، بص على النبيتي، بص على البردرات، بص على البنيات. كارب يكون فرع الشبرا الخيمه وفرع الشبرا مصر، عامل اقوى عروض حتى الكبار. وعندنا برضه السجاده من السجون اخر يوم بكره في العروض بتاعتها، دي مقاسها 120 في 160 صافي. السجادة من السجون الشرقيون ظهر النسيج، بص على الخامة بتاعتها، بص على الكثافة، هات أشكالها كده كلها. كارب بتقول هتبيع القطعة دي كلها بكام؟ ب 299 جنيه. بص رسومات الكتاب بتاعتها كلها، يعني كارب بتكون بتقول لك عندها الغالي وعندها الرخيص آخر يوم بكرة في العروض. بص بقى على الفخامة، بص على النبيت بتاعها، ها بص على الشياكة، بص على الفرن بتاعها قد إيه. دي مقاسها 120 في 160 داخل الفرعين، السجاده دي كلها بكام؟ ب 299 جنيه. هات دي، بص على الجنزير بتاعها، بص رسمة ايكيا اهو، بص على الجمال. دي مقاسها 120 في 160 داخل فرع شبرا خيمه وداخل فرع شبرا مصر، السجاده دي كلها بكام؟ ب 299 جنيه. ودي مقاسها 140 في 2 داخل فرع شبرا مصر خيمه بس، عفوا، هنبيعها بكام دي؟ ب 490 جنيه. وعندنا السجاده ال 160 في 2 متر 35 دي داخل فرع شبرا خيمه بس، هنبيعها ب 790 جنيه. وبصي بقى على الجمال دي، دي داخل السجاده دي داخل الفرعين، ونركز في حاجات داخل الفرعين في حاجات داخل فرع واحد بس. دي مقاسها 120 في 170 الشاج اللي هو 3 دي، الشغل اللي هو مانع الازرق، كاربت مودي داخل الفرعين، هنبيعها الكلعه دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 199 جنيه. بصي بقى على الشاج ده بقى، بص على الوادي ده، دي مقاسها 70 في متر كارب تمون داخل الفرعين، عندها القطعه دي كلها بكام؟ ب 69 جنيه. بص على الجمال، بص على الشياكه، كارب تمون فرع الشبرا الخيمه دي مقاسها 67 سم في 2 متر ونص، دي داخل فرع الشبرا الخيمه بكام القطعه دي كلها؟ هنبيعها ب 100 جنيه. بص على الجمال، بص على الشياكه، دي مقاسها 67 صافي في 2 متر ونص فرع الشبرا الخيمه، هبيع القطعه دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 100 جنيه. دي بتمشي مكان ال 70 في 2 فرع. دي بس كمان دي فرع شبرا خيمه فرع شبرا مصر، مقاسها 80 سم في 3 متر و5 صافي، قرب تمر في داخل الفرعين، هنبيعها ب 250 جنيه. بص بقى على الجمال، بص على الشياكه، دي سجاده جبلان الحرير اللي هو الجبلان اهوت، السجاده اهي الملمس بتاعها ناعم جدا، الظهر النسيج الدرجه الاولى، قرب تمر داخل الفرعين بكام السجاده دي كلها؟ هنبيعها ب 450 جنيه. بص على الدرجات بتاعتها، السجادة دي داخل الفرعين اهو. كارب بتقول عاملة أقوى عروض التخفيضات، عرض يوم الجمعة آخر العروض بإذن الله. بص على الجاكيت، بص بقى على الجراهات، السجادة دي مقاسها متر ونص في 2 متر 35 صافي، كارب بتقول السجادة داخل الفرعين، هنبيعها بكام؟ هنبيعها ب
ب 150 جنيه. بص بقى على الشكل القطن دي، درجات الاوف وايت، بص على الجمال، بص على الدرجه الاولى دي مقاسها متر ونص في 2 متر و20 صافي، اللي بيتباع عليها 160 في 235، بس دي متر ونص في 220. كارب تقول دي السجاده دي داخل الفرعين، هنبيعها بكام؟ ب 450 جنيه. بص بقى السجاد، سجاد ماك اللي هو تبع نسكون شاليون، الظهر الجنس الدرجه الاولى، دي مقاسها 160 في 2 متر و30 صافي، افتح كده يا ابو علي، بكام القطعه دي؟ هنبيعها ب 399 جنيه. بص التحليات الجريهات بتاعتها، كارب تقول عندها اقوى تخفيضات، بتقول لك عندها غالي وعندها رخيص. كارب تقول عرض يوم الجمعه باذن الله عامله اقوى منهم تخفيضات العروسين. بص بقى في الجاتش الجديد، بص على الجمال، بص على الشيكه، بص لغات الجريهات، بص على البنيات بتاعتها، السجاد كلها داخل الفرعين بكام دي؟ ب 399 جنيه. بص على الجمال. كارب تقول برضه فرع شبرا جورجيتش داخل فرع شبرا خيمه، دي مقاسها متر في متر ونص، كارب 42 الشاكل المدخول دي كلها بكام؟ ب 195 جنيه. بص يا رب بقى كارب تقول داخل فرع شبرا خيمه اللي هو السجاد كوبلان مان اللي خد منها النهارده وامبارح، اجمل عروضها واجمل ملمس واجمل خامه، الظهر الكتان دي مقاسها متر ونص ب 2 متر و20 داخل فرع شبرا خيمه بكام دي؟ هنبيعها ب 250 جنيه. بص على الجمال. بص على الشياكه كلها، كارب تمول عامله اقوى عروض وتخفيضات، عرض يوم الجمعه باذن الله. فين عنواننا هنا؟ عنواننا هنا شارع تنس الشابوري امام نادي الكابلات خلف جامع هنا شبرا الخيمه. عنواننا الثاني شارع تنس، عفوا 277 شارع الدين ابو العيه بغير من نقطه طلع شبرا مصر. والحافظه دي اللي هو السجاد الجبلاني هو بديل السجاد ده. بص الجمال، بص الجمال، بص الشياكه بكام دي؟ هنبيعها ب 250 جنيه اخر عرض، عرض يوم الجمعه باذن الله. بص بقى على النيت بتاعها، بص على الرسمه، شفت رسمه الكلاسيك، شفت الفخامه، بص بص على الشياكه، بص على الملمس الناعم، الظهر الكتان بتاعها، بص على الظهر بتاعها يفتح كده، الظهر بتاعها ده، بص ظهر الكتان اهو. دي كارب بتقول عامله اقوى رقم تخفيضات على السجاده، مقاسها متر ونص ب 22 بكام دي؟ 250 جنيه. كارب بتقول دي السجاده دي وضعها داخل الفرعين، مقاسها 130 في 2 صافي، كارب بتقول هتبيع القطعه دي كلها بكام؟ ب 275 جنيه. الظهر النسيج يفتح كده وعلى الظهر النسيج بتاعها كده، وري الناس، خش كده على التيكت بتاعها. كارب بتقول عامله اقوى رقم تخفيضات، بص يا باشا، بص على الجمال، دي مقاسها 130 في 2 صافي، فرع شبرا خيمه، فرع شبرا مصر، هبيع القطعه دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 275 جنيه، واقوى العروض والتفاضلات داخل فرع شبرا خيمه. بص على الجمال. بص على الشياكه، ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ ايه السجاده اهي؟ دي مقاسها 130 في 2 متر داخل فرع كارب تقول فرع شبرا الخيمه، هبيع القطعه دي كلها بكام؟ ب 275 جنيه. خد يا محمد يا راجل كده، افتح كده معاكم معاهم السجاده، افتح كده، دي سجاده مقاسها خليك عندك هناك في الوسع، دي 160 في 2 متر 35 و2 متر و20. بص السجاده بقى دي خليك ناعم بكام السجاده دي كلها؟ هنبيعها ب 550 جنيه. ده فرع شبرا الخيمه عامل اقوى ونقطه الصفحات اهو، داخل الفرعين كارب تقول بتقول لك اطول رقم التخفيضات، عرض يوم الجمعه وفي يوم العروض. بص على الجمال، افتح الشياكه كده، افتح والمبيع بكام السجاده دي؟ مقاسها 160 في 2 متر و20 كارب تقول فرع شبرا الخيمه وفرع شبرا مصر، هبيع القطعه دي كلها بكام؟ ب 550 جنيه السجاده. وعندنا كمان بقى سجاده الاطفال دي مقاسها 100، يلا ابو علي، سجاده الاطفال دي كفايه تقيله فهمت كده، السجاده اللي هتسيبوها اهو، دي مقاسها 160 في 235 فرع شبرا خيمه فرع شبرا مصر، هيبيع القطعه دي كلها بكام؟ ب 450 بس اهو. بص على السجاده، بص على الجمال، بص على الشياكه، افتح بقى كده، تعالى كده يا محمد، يلا يلا رجاله، دي سجاده مقاسها 2 متر و13 في 3 متر و5، السجاده الجبلان اهو، جبلان ماك، الظهر الكتان، افتح كده الظهر الكتان اهو، دي مقاسها 3 متر عفوا 2 متر و13 3 متر و5، كارب تقول فرع الشبرا خيمه بس، هبيع القطعه دي كلها بكام؟ ب 495 جنيه. افتح الباب بتاعتها كلها. بص النبيتي، بص على الجمال،
افتح الغاز الكلاسيك اهو. كارد يكون فرع الشبرا الخيمه عامل اقوى عمر انتقالات ابتداء من بعد الصلاه حتى الساعه 1 صباحا. خش بقى كده معايا هنا اهو. دي سجاده مقاسها 80 في متر ونص الشاج المضغوط داخل الفرعين. هنبيع السجاده كلها بكام؟ هنبيعها ب 169 جنيه. بص بقى الفخامه دي. بص على الشياكه، ايه الجمال ده؟ فرد من فرع الشبرا خيمه فرع الشبرا مصر عامل اقوى لروج في توفراته. دي مقاس 80 في متر و40 كارب تنوع بيها الكات عليه كلها بكام؟ هنبيعها ب 169 جنيه. وعندنا المقاس الاكبر منها 80 في متر ونص هنبيع الكات عليه كلها بكام؟ هنبيعها ب 150 جنيه. بص على الشيكه، بص على الجمال. كارب كمون تفتح كده السجاده دي مقاسها 160 في 235 كارب كمون فرع الشبرا خيمه فرع الشبرا مصر هبيع كده دي كلها بكام؟ ب 550 جنيه. السجاده الجبلان دي مقاسها 120 في 180 هنبيع كده دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 250 جنيه. تفتح الرسمه الثانيه دي. تفتح الشياكه. كارب كمون اكبر غيرك التفصيلات دي اخر يوم في العروض عرض يوم الجمعه بكام السجاده كلها ب 250 جنيه. السجاده دي مقاسها 155 في 245 كارب كمون داخل الفرعين هنبيع السجاده دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 450 جنيه. ومتاح منها 2 متر ونص في 3 متر كارب كمون فرع الشبرا خيمه فرع الشبرا مصر هيبيعها بكام القطعه؟ ب 695 جنيه الكبيره اهو. ودي الصغيره بتاعتها مقاس متر ونص ب 2 ونص هنبيعها ب 450 جنيه. كارب كمون اقوى لروح التفصيلات عرض يوم الجمعة بإذن الله ابتداء من بعد الصلاة حتى الساعة 1 صباحا. افتح السجادة دي كلها. افتح الجمال، افتح الشياكة. كام السجادة دي كلها هنبيعها ب 195 جنيه. السجادة بمعنى النسيج الدرجة الأولى الشيفر النساجون أهو. هنبيع القطعة دي كلها بكام؟ هنبيعها ب 195 جنيه بجميع أشكالها بجميع ألوانها. كارب كمون عرض فرع شبرا الخيمة فرع شبرا مصر أقوى غرفة تخفيضات ابتداء إن شاء الله من بعد الصلاة حتى الساعة 1 صباحا. وكل عام وأنتم بخير.